بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ اهو. تعال كده نعمل سكرين شيرنج. حاضر يا عبد الرحمن، انا رافع حالك النهارده بس مشغوليات كتير. حاضر يا حبيبي، تعال نبتدي كده مع بعضينا. سؤال 231 بيقول انا اتم تو ديناي ويبت اكسس تو سبنت بلوك اول ترافيك فروم ذا سبنت، يعني محاولة ان هو يمنع ويب اكسس ان الناس تطلع على الويب تو سبنت بلوك اول ترافيك فروم ذا سبنت، راح قطع كل الترافيك من الشبكه. ويتش انترفيس كوماند ايميديتلي ريموفز افكت اوف ريموفز ذا افكت اوف اكسس ليست 102. تمام، عايز يشيل الاكسس ليست 102. الراجل عامل اكسس ليست اهو 102 معرفش ايه، وعمل شو اي بي انترفيس، فلان الاكس ليست محطوطه اهي اهي، ومحطوطه على الاتجاه يا عبد الرحمن الاوت، محطوطه على الاوت جوينج. فلما اجي اشيلها هقول له نو اي بي اكسس جروب رقمها كام؟ 102. طب ان ولا اوت؟ لا هي اوت. الكوماند بتاعنا اللي بيربط الاكسس ليست بالانترفيس اسمه اي بي اكسس جروب رقمها، وهي ان ولا اوت. انا هنا لما عمل شو اي بي انترفيس اتاكد هل هي ان ولا اوت، هي مربوطه اوت اهي، فبعمل نو اي بي اكسس جروب 102 اوت. السؤال اللي بعده، which cisco catalyst features automatically disable the port in an operational port fast upon receipt of a BBDU. كان عندنا السبانينج تري يا عبد الرحمن بيشتغل على البورتات الاكسس والبورتات الترانك، فسيسكو راحت اخترعت كوماند اسمه البورت فاست. ده بكتبه امتى؟ بكتبه على البورتات الاكسس. لو انا مش عايز البورت اللي هيتوصل باجهزه اليوزر يقعد 30 ل 50 ثانيه اورنج، فبكتبه على البورتات الاكسس البورت فاست ده. طب لو افترضنا ان الراجل بدل ما يوصل جهاز كمبيوتر راح موصل سويتش، وانت قايل له ايه؟ وانت قايل له ايه؟ اشتغل بورت فاست، يعني ما تشغلش السبانينج تري، فيحصل المشاكل اللي هي بتاع اللوب والبرودكاست ستورم وكلام من ده. فراحوا عاملين حاجه اسمها بي بي ديو جارد. اول ما الانترفيس تبقى معموله بورت فاست وتحد يبعت لها بي بي ديو جارد، يبعت لها بي بي ديو اسف، تعرف ان في سويتش اتوصل على البورت ده، فتقوم عامله ديسيبل للبورت فاست. عامله ديسيبل للبورت فاست، يعني لو جينا ننفذها عملي كده، بص كده لو جينا ننفذها عملي على الباكت تريسر، ادي الباكت تريسر اهو، هتفهمها اكتر على الباكت تريسر. لو جينا هنا كده جبنا سويتش من السويتشات اهو، وجبنا جهاز كمبيوتر وجيت وصلت كده، هتلاقي الانترفيس بتاع السويتش اهو. لو جيت وصلت انا كده هتلاقي الانترفيس بتاع السويتش محمر يا عبد الرحمن. ليه؟ لان الانترفيس بتاع السويتش شغاله سبانينج تري، شغاله سبانينج تري. طب انا لو عايز الانترفيس ده اهي ما تشتغلش سبانينج تري، لانها متوصله بجهاز كمبيوتر فمالوش لازم اشغل سبانينج تري. السبانينج تري بشغله امتى؟ بشغله على البورت اللي الموب بتاعته ترانك. فباجي اخش جوه الانترفيس اهو، اهو انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 2، واقول له سبانينج تري بورت فاست. بس بيقول انت هتعمل كارثه لو انت وصلت مكان الهوست سويتش او راوت سويتش او بريدج. شوف كده، يعني اول ما هوصل اهو انا 0 على 2 اهو، راح البورت مختار. طب انا لو الراجل ده شال الجهاز الكمبيوتر بتاعه ده اهو، وراح موصل مكان 0 على 2 اهو، موصل عليه سويتش تاني 0 على 2 اهو، هيحصل هنا ايه؟ هيحصل هنا كارثه، هيحصل في الحته دي كارثه. لو في لوب هيحصل كارثه لان السبانينج تري مش شغال. فقاموا عاملين حاجه اسمها بي بي ديو جارد. بي بي ديو جارد دي بتعمل ايه؟
لو البورت ده هو سمع بفيديو يعني في سويتش اتوصل بيه، يقوم عامل ديسيبل للكوماند بتاع البورت فاست اللي احنا عاملينه. فبيقول لك ايه؟ which Cisco catalyst automatically automatic disable port in operational port fast upon receipt of a BBDU. حاجة اسمها ال BBDU guard. when you troubleshooting access list issues in the router, which command would be used to verify which interface are affected by access list? show IP interface brief, show IP interface SV, show IP interface. السؤال اللي بعد، ريفير تو اكزيبت. راجل عامل شو رانينج كونفيج اهو، راجل محترم عامل شو رانينج كونفيج، تمام. بيقول لي ايه؟ نتورك ادمنستريتور كانت استابليش تلنت سيشن ويز ان ديديكيتد راوتر، وات از ذا كوز اوف ذس فيلير؟ هو انا عشان اعمل تلنت يا عبد الرحمن لازم يكون عندي ايه؟ عشان اعمل تلنت لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون الراوتر محطوط له هوست نيم. هذا الراوتر معمول له هوست نيم اهو اسمه راوتر. لازم يكون معمول انيبل سيكريت او انيبل باسورد، الراوتر معمول له انيبل سيكريت اهو. لازم اكون ماكتف الفي تي واي وحاطط لها باسورد، الراجل عامل لاين في تي واي من 0 ل 4 بس نسي يكتب لها باسورد اهو، شايفين اهو. فيبقى هنا اهوت الفي تي واي باسورد از ميسنج. الاجابه الصح ان الفي تي واي باسورد از ميسنج. السؤال اللي بعده، which statement about access list are applied to an interface is true. You can place as many access list as you want on any interface. ولا you can apply only one access list on any interface. ولا can you configure one access list per direction per layer 3 protocol. ولا can you apply multiple access list with the same protocol in different direction. لا احنا بنحط الاكسس ليست وان اكسس ليست بير دايركشن في الان او الاوت بير لير 3 بروتوكول. الاجابه الصح بتاعتنا هي الاجابه رقم سي. which items represent standard IP access list. الستاندر IP access list كان الرقم بتاعها من الواحد لحد 99. هنا 101 110 101 2000 فين 50 اهو. الرقم بتاع الستاندر اكسس ليست بيبقى من 1 لحد 99. النتورك ادمنستريتور، النتورك ادمنستريتور كونفيجر ان اكسس ليست اون سيسكو راوتر تو الاو فورم هوست اون نتورك 192 168 146 0 اند 192 168 147 0 اند 192 168 148 0 اند 192 168 149 0 اونلي. يعني عايز يقلاو الترافيك اللي طالع من دول بس. which two access list statement when combined would use to accomplish this task. اللي هيكمبلش this a this task، تمام. عايز اتنين ينفعهم to accomplish this task. يبقى تاني كده معايا، عايز نعمل configure access list to allow traffic from hosts on the network 146 0 و 47 و 148 و 149، تمام. تعالى كده نشوف الدنيا تمشي ازاي. احنا ممكن من الاخر كده نعمل لهم سمري، من الاخر كده ممكن نعمل لهم ايه يا عبد الرحمن؟ سمري، ونشوف الخارج بتاع السمري بتاعهم، ونشوف الخارج بتاع السمري بتاعهم هي 146 و 147 و 148 و 149. تعالى كده نعمل لهم سمري اهو. 146 دي اللي هو كام؟ اللي هو 1 2 4 8 16 32 64 128. 146 ده اللي هو ايه؟ ناقص 128 هيساوي 8 1. ادي 128 16 2 0 0 0 0 0. طب 147 هيبقى ايه؟ هيبقى 1 0 0 1 0 0 1 1 1، تمام؟ طيب
148 هيبقى شكله ايه؟ 148 هيبقى 128 و20 16 و4 0 0 0 0 0. طب 149 هيبقى ايه؟ 149 هيبقى 1 0 0 1 0 1 0 1. يعني انا ممكن الاثنين اللي فوق دي عبد الرحمن اعملهم سمري مع بعض. هو فعلا عمل كده اهو. قال لك ده كده هيديني كام؟ لما اصفر دول هيديني 146، هيبقى 192 دوت 168 دوت 146 دوت 0. بس سلاش كام يا عبد الرحمن؟ هما مستويين في 16 و16 و7، 16 و16 و7، يعني هيبقوا سلاش 23 اللي هي كام يا عبد الرحمن؟ 23 اللي هي 255 دوت 255 دوت 205 دوت 254 دوت 0. لما نيجي نجيب الوايلد كارد ماسك يبقى 0 0 1 255. دي اول حل اهو. اول حل عندنا ان انا ممكن اعمل اكسد ليست 10 بيرميت الاي بي ده اهو. ادي اول حل. تمام تمام يا عبد الرحمن. طب تاني حل، تاني حل لما نيجي نعمل سمر الاتنين دول هي هي اهي، بس هيبقى بدل ما هو 46 كام؟ 148. وبرضه هيبقى 0 0 0 1 اسف دوت 255. تعال نشوف الحل ده موجود ولا لا، تعال نشوف الحل ده موجود ولا لا. اهو هنيجي نشوف كده الحل ده موجود ولا لا. هو سي اكسس ليست 10 148 0 0 255. تمام. طيب الله يكرمك، بس انا بشوف على حسب الامكانيات بتاع الاجابات اللي عندي. انت حلك صح كده يا حبيبي، تمام، لو انت تعملهم سمري كلهم في كوماند واحد، انما انا بشوف الحل اللي عندي هو عايز اختيارين اتنين، فعملت سمري الاتنين الاولين مع بعض وسمري الاتنين التانيين مع بعض. تمام. طيب السؤال اللي بعده، what can be done to secure virtual terminal interface in the router؟ الفي تي وال عايز يعمل سكيورتي للفي تي واي. تمام، عايز يعمل سكيورتي ايه للفي تي واي؟ بيقول لك اعمل لها شوت داون ولا فيزيكال سكيور ذا انترفيس. يعني ايه فيزيكال سكيور؟ يعني اقفل الكابينه بالمفتاح فيزيكال، يعني اقفل الكابينه بالمفتاح. ولا كرييت ان اكسس ليست اند ابلاي ات فيرتشوال تيرمينال انترفيس وذ اكسس جروب. طبعا الفي تي واي ما بيطبقش معاه اكسس جروب، بيطبق معاه حاجه اسمها ايه؟ اكسس كلاس. واحنا قلنا لما جينا نشرح التلنت قلنا بدل كلمة اكسس جروب اللي بتطبق مع الفيزيكال انترفيس بنستخدم كوماند اسمه ايه؟ اكسس كلاس. ده أول حاجة. تاني حاجة بحط لها باسورد للوجن لاين في توي من 04، باسورد 123. السؤال اللي بعده، which to command correctly verify whether port security has been configured on port 0 على 12. هو عايز تعمل تشوف البورت سكيورتي شغال ولا لا. اللي بيجيب لك البورت سكيور شغال ولا لا، لا اما شو رانن كونفيج يجيب لك اللي كتبته كله على الراوتر، لا اما شو بورت سكيورتي انترفيس فازر على 12. يا اما شو رانن كونفيج يجيب لك اللي انت كتبته كله على السويتش، لا اما شو شو بورت سكيورتي انترفيس فاز 0 على كام؟ على 12. السؤال اللي بعده، the following command are executed on interface 0 على 1. الكوماند ده switch port port security، switch port port security MAC address sticky، وعم عامل switch port port security maximum 1. الراجل دلوقتي ربط البورت سكيورتي ده هو 0 على 1 بمين؟ بالستيكي اللي هو ده هو لازق فيه ده هو، اللي هو 4 ايه ما اعرفش ايه كذا كذا، وقال له maximum 1 انت اخرك 1. زي ايثرنت فريم is arrive on 0 على 1، الايثرنت فريم وصل ل 0 على 1.
what to function will occur when the frame is received by 2950. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة هيسجل السورس بورد ويربطه بالزيرو على واحد. تاني حاجة هو رايح لمين؟ لاتناشر اف. رايح لاتناشر اف يبقى هيبعته ايه؟ برودكاست للاتنين. هيبعته برودكاست للاتنين. اول حاجة قول لي هوست ايه will be allowed to transmit frame 0 على 1 لان خلاص هيرتبط بيه. تاني حاجة قول فريم arriving 2900 switch with destination كذا will be forward to mean to fast 0 على 1. اي حاجة جاية بعد كده للسويتش مكتوب فيها 4 ايه 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 هتطلع منين؟ من الزيرو على 1. طيب السؤال اللي بعده What will be result if the following configuration command are implemented on Cisco switch? Switch port port security, switch port port security MAC address sticky. أنا قلت لكم قبل كده لما بتشوف كلمة MAC address sticky معناها dynamic learning static saving. في dynamic learning is saved in the learning configuration. The dynamic learning MAC address is saved in running configuration command. تمام. السؤال اللي بعده Network Administrator attempt to ping من الهوست 2 to host 1 عايز يبنج من الهوست 2 to host 1 and receive the result that is shown was the problem. قال له unreachable 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 unreachable. الريبلاي بتاعنا unreachable. تمام. تعال نشوف كده ليه unreachable؟ ليه unreachable؟ لك 10 1 1 1 10 1 1 1 destination unreachable ومين اللي بيبنج عليه؟ 10 1 2 9. ايه ده؟ ده هو ذات نفسه بينج على 10 1 2 9 الهوست ايه؟ بيبنج على 10 1 2 9 يعني الهوست ايه بيبنج على 10 1 2 9 ف 10 1 1 بتاعته بترد عليه ان ديستنيشن انريتشبل ديستنيشن انريتشبل مش موجود. فبيقول لي ايه ذا لينك بتوين هوست 1 اند سويتش 1 از داون. اللينك داون ما كانش الديفولت جيت واي بتاعك رد عليك. التي سي بي اي بي از نوت فانكشن ان هوست 1 ما كانش البنج رد عليا اساسا. The link between R1 and R2 is down. احتمال. وده احتمال كبير بس تعالى نكمل. الجيتواي مش موجودة. لو الجيتواي is incorrect ما كانتش ردت عليك. الجيتواي اللي بترد عليا. الانترفيس فاست 0 على 1 is shut down برضه ما كانتش ردت عليا. اللينك بتوين سويتش 1 اند راوتر از داون برضه ما كانتش الجيتواي ردت عليا. يبقى الاحتمال الصح ايه؟ ان اللينك هنا مقطوع. السؤال اللي بعده Show IP interface brave. بيقول لك hosts in the network 192 168 20 اللي هي هنا are unable to reach the host في 30 دول مش قادرين يوصلوا لدول. Based on the output from the router 1 بناء على الاوتبوت اللي خارج لك من الراوتر. What two possible reason for the failure. بص كده عبد الرحمن السيريال ده بيقول لك up down. اب داون دي معناها ايه؟ وعايزك تختار اتنين. طبعا هو العيب مش في الكابل لان لو عيب في الكابل كان قال لي داون داون. اب داون يعني معناها لير طول واقع يعني معناها كلوك ريت واقع. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انترفيس از ادمنستريتيفلي داون يعني الادمن قافلها. لو كان الادمن اللي قافلها كان بانوا جنبها كلمه ايه؟ ادمن داون زي دي كده. ولا راوتر از كونفيجر ويز انكروت سبنت ماسك لا سلاش 30 وهو 4 اهو شغال يعني واخد 1.5 اهو. ولا ذا اي بي ادرس از كونفيجر از نوت كوريكت دي مش مشكله اي بي ادرس واخد اي بي ادرس زي الفل اهو. انترفيس اون ذا راوتر از نوت ريسيفنج كلوك يعني ممكن ما اكونش كتبت الكلوك ريت شغال. الانكابسوليشن في الراوتر الاولاني مش ماتش مع انكابسوليشن في الراوتر الثاني شغال يعني انا ممكن اكون جيت شغلت هنا التريبل بي وقدامه الاتش دي ال سي شغلت هنا الفريم ريلاي وقدامه التريبل بي اللير 2 بروتوكول مش متظبط. فلما تظهر لك يا عبد الرحمن اب داون معناها الداون الثانيه دي معناها لا اما اللير 2 بروتوكول مش شغال لا اما الكلوك ريت مش شغال. ريفير تو اكزيبت
بينج 10 دوت 10 دوت 10 دوت 1. قال لي ريكويست تايم اوت. انا ادمنستريتور بينج ذا ديفولت جيت واي. الادمنستريتور بينج على الديفولت جيت واي بتاعته. اند سي ذا اوتبوت اللي قدامه ده. ات ويتش او اس اي لاير از ذا بروبلم. الاو اس اي لاير بروبلم دي ظهر فين؟ طالما وصلنا للاي بي يبقى كده ايه؟ بيتكلم عن نتورك لاير. طالما بينج وصلت للاي بي يبقى انا بتكلم عن نتورك لاير. The two connected port on the switch are not turning orange or green. The two connected port in switch. البورتين بتوع switch are not turning orange or green. What could most effective step to troubleshooting the physical layer problem? يعني لا نورهم أخضر ولا نورهم أورانج. اول حاجة عايز يشك على مين؟ على الفيزيكال لاير. يبقى هيشك على الكابلات. هو الكابلات اللي ما بين السويتش والراوتر والجهاز والراوتر ايه؟ ستريت. هتأكد ان الكابلات بتاعت ستريت. تمام؟ يبقى اول حاجة اتأكد ان الكابلات ستريت. طب اتأكد ان الكابل بلاج ان ترانك بورت. مفيش هنا اصلا ترانك بورت. الترانك ده ما بين سويتش وسويتش. انشورس السويتش هاز باور. ممكن اتأكد ان السويتش واخد كهرباء ولا لا. الكابل بتاع السويتش واخد باور ولا لا. Reboot all the devices. اعمل ريسيت الأجهزة ولا ريسيت all cables. لا ريسيت all cables. طالما layer 1 يبقى ريسيت all cables. السؤال اللي بعده. Network shown in the diagram experience connectivity problem. عندها مشكلة في connectivity. Which is the following correct problems. ايه اللي هيحل المشكلة دي؟ تعالى كده نشوف يا عبد الرحمن. 10 1 1 126 سبنت ماسك 0. 10 1 1 254 10 1 1 12 255 255 255 0. 10 1 1 254. خد بالك ان ده فيلان 1 وده فيلان 2. فيلان 1 وده فيلان 2. بص كده الجيت واي بتاع الفيلان 2 10 1 2. هنا الراجل حاط له 10 1 1. الجهاز ده مش في الجيت واي بتاع الشبكه بتاعته. اللي يحل المشكله دي ان انا اغير الجهاز ده الاي بي بتاعه من 10 1 1 12 ل 10 1 2 12 وادي له اي بي تحت 10 1 2 254. الاجابه الصح بيقول لك كونفيجر جيت واي. اهو بغير الجيت واي على الجهاز ده. بدل ما هي 10 1 1 1 يبقى 10 1 2. تاني حاجه هغير الاي بي بتاع الجهاز. بدل ما هو 10 1 1 اخليه 10 1 2 واي حاجه. بدل ما هو شبكه 1 اخليه شبكه 2. السؤال اللي بعده. A problem with network connectivity has been observed. It is suspect the cable connected to switch fast 0 على 9 and switch is disconnect. فين الكيبل؟ على البورت fast 0 على 9. اهو. الكيبل اللي هنا ده شاكين فيه انه ما يكونش واصل. What between an effect of this cable began disconnect. ايه اللي هيحصل لو الكيبل دوت مش disconnect. تاني. A problem with network connectivity has been observed. بنكون شاكين ان الكابل اللي واصل ما بين البورت فاز 0 على 9 في سويتش واحد ده disconnect. What will be the effect of cable beginning disconnect. الهوست بي هوست بي مش هيقدر يكلم الفيلان 9 ولا الكوميونيكيشن بتوين الفيلان 9 عند اذر فيلان والبي ديسبلايد ديسيبلد. خد بالك ان في طريق تاني اهو. شايف في طريق ريدندنت اهو. في طريق ريدندنت اهو ما بينهم اهو. يعني لو الكابل ده اصلا مش موجود في طريق تاني ريدندنت. فكل الكلام اللي هو بيقوله ده ذا ترانسفير فريم الهوست بي مش هيبقى هي شغال. هيبقى بطيء. ولا فورلس اذان ا مينيت هوست بي وود نوت بي ايبل تو اكسس سيرف ذا نورمال نتورك فانكشن وود بي ريزيوم. طبعا في اقل من دقيقه لو الشبكه متعطله هيكون الراجل عمل الطريق الباك اب الاسبانينج تري. عمل الطريق الباك اب لان الاسبانينج تري بيقعد من 30 ل 50 ثانيه ولما بيبقى في حصل فيلير بيقعد 50 ثانيه. هيعمل الطريق الثاني لو كان مقفول هيشغله ويبتدي الاجهزه توصل مع بعضيها. السؤال اللي بعده. هوست A كانت بينج تو هوست B. هذا الهوست A كانت بينج تو هوست B.
assuming routing is probably configured, what is the case of the problem? الراوتنج شغال زي الفل، ممكن يكون المشكلة فين؟ الهوست A مش قادر يوصل للهوست B. تعالى كده نشوف مع بعض، هو الهوست B الاي بي بتاعه كام؟ 58 سلاش كام؟ 27. والاي بي بتاع الجيت واي بتاعته كام؟ 1.33. طب الهوست B 1.111 والجيت واي بتاعته كام؟ 97 أو 192 192 97 أهو 33 أهو ودوت 62 و65. هي هتلاقي المشكلة هنا يا عبد الرحمن، شايف 62 و65 استاذ 27. 27 دي معناها يا عبد الرحمن، 27 دي معناها إيه؟ 27 دي معناها إن هو كل مرة إن فاضل له في الهوست 27، يعني فاضل له في الهوست كام؟ 5. يعني 2 أس 5 ب 32. يبقى المفروض الشبكات عندنا كام؟ 0 32 64 128 64. لو جيت بصيت هنا يا عبد الرحمن هتلاقي الراجل واخد 62 و65 وهما الاثنين في شبكه واحده. يعني ايه؟ واخد اي بي من الشبكه 32 اللي هو 62، واخد اي بي من الشبكه 64 اللي هو 65. طب ده ينفع؟ يبقى عندنا المشكله هنا، المشكله هنا هتلاقيها هنا يا عبد الرحمن في اللينك من بين السيريال. تعالى كده نشوف الاجابه الصح. بيقول لك ذا سيريال انترفيس اوف ذا روت ار نوت اون ذا سيم سبنت. Which router iOS command can be used to troubleshoot LAN connectivity problem؟ أول حاجة البينج، تمام؟ شو اي بي روت، شو انترفيسز، كل دي كوماندات عشان اشوف الكونكتيفيتي بتاعتي. Network administrator is troubleshooting OSPF configuration of router 1 and router 2. The router can establish adjacency relationship on their common ethernet link. مش قادرين يشوفوا بعض. تعالى كده بقى اريا 0 اريا 0 زي بعض، تمام؟ طيب بيقول لي البرودكاست بروسس اي دي 1 راوتر اي دي 192.168.1.2.1.1. الديزاينيتد راوتر 31.11، الديزاينيتد راوتر عنده هنا 31.33. الهلو بيبعتها كل 10، شايف انت يا عبد الرحمن الهلو 10، الهلو هنا كل 5، الديد هنا كل 40، الديد هنا كل 20. واحنا قلنا في الاوز بي اف علشان يشوفوا بعض لازم الهلو يكون شبه بعضه، لازم الاريا لازم تكون شبه بعضيها. يبقى الاجابه الصح هنا ايه؟ ان الهلو بتاعتك والديد انترفال مش متظبطين الاثنين مع بعض، وعشان كده عامل لك مشاكل في النيبور شيب او الادجسنسيز. تاني اهو ونكمل كمان 10. ماشي، كنا واقفين عند 250 اهو، واقفين عند 250. بيقول لي in which circumstances are multiple cables of the same unicast frame likely to be transmitted in a switched LAN. امتى لما يكون اكتر من كوبي من الفريم بيتبعتوا في اللان؟ فاكر مشاكل السبانينج تري اللي اتعمل عشانها السبانينج تري؟ هعدهم معاك اهو. اول حاجه كان بيكتب لي بيانات غلط جوه الماك ادرس تيبل، يعني ممكن يقول لك الجهاز ايه او الماك ايه بوصل له من البورت 1 وبوصل له من البورت 2. ده كان اول مشكله من السبانينج تري كان بيحلها. تاني مشكله البرودكاست ستور، ان هو كان بيقعد يعمل لوب على الشبكه من الفريم. ثالث مشكلة لو كان في جهاز بيكلم جهاز تاني يونيكاست، كان الجهاز التاني ده والديستنيشن كان بيوصل له أكتر من إيه؟ من نسخة من الفريم. يبقى لما يكون في إعدادات غلط للريدندنت توبولوجي، ريدندنت يعني إيه؟ يعني تكرار اللينك، لما يكون عندي أكتر من لينك بوصل بيه للجهاز ده أهو والسبانينج تري مش شغال. فيوصل أكتر من كابز من السبانينج إيه؟ من الفريم. السؤال اللي بعده ده عملي بقى يا عبد الرحمن، السؤال اللي بعده ده عملي. فمش هقدر احله معاك غير لما تقرا العمل، هبعت لك الاسئله العمل النهارده. السؤال ده عملي برضو، السؤال اللي بعده كل دي اسئله عملي اهي.
تعال بقى نروح للسؤال ده اللي بعد العمل على طول. السؤال 255: What are three reasons to collect net flow data on a company network؟ ليه احنا بنجمع الداتا بالنت فلو؟ اول حاجة عشان اعرف انهي ابليكيشن الموظفين بتستخدمه كتير. تاني حاجة علشان اعمل diagnosis slow network performance الباندويتس and الباندويتس utilization، من اكتر مكان فيه الباندويتس يكون زحمة ومن اكتر مكان الباندويتس خفيفة، عشان اعرف بعد كده وانا بشتري الاجهزة اعرف احط الاجهزة بتاعتي فين. To conform the appropriate amount of bandwidth has been allocated to each class of service، عشان اعرف كل خدمة من الخدمات بتاع الشبكة واخدة bandwidth قد ايه، الفويس واخدة قد ايه، الفيديو واخد قد ايه، وهكذا. What net flow component can be applied to an interface to track IP version 4 traffic flow monitor؟ الكوماند بتاع net flow دوت او net flow ده كان شابتر 8 في الوان. What Cisco iOS feature can be enabled to pinpoint an application that's causing slow network performance؟ هتعمل لك slow network performance اللي انا ممكن احطها على الاي او اس، ان انت ممكن تقلل لك النتورك بيرفورمانس النت فلو. What command visualize the general net flow data on the command line؟ الكوماند اللي بينهولك في الكوماند لاين show IP cache flow، show IP cache flow اهو، show IP cache flow. دي كلها حاجات محفوظة عبد الرحمن المفروض تنحفظ. What are three values that must be the same within the sequence bucket for net flow to consider them a network flow؟ ايه الحاجات، ايه التلات حاجات؟ ممكن source IP address، ممكن ال in interface بيسموه ingress interface اهو، ممكن ال destination IP address. السؤال اللي بعده: What are three factors a network administrator must be consider before implementing net flow in the network؟ ايه الحاجات اللي ممكن احطها في دماغي قبل ما احط net flow؟ لازم الاول اشوف البروسيسور بتاع الراوتر، ممكن احط net flow يبطئ لي الدنيا خالص على الاخر، فلازم انا اشوف ايه، لازم انا اشوف ايه السي بي يوتيلايزيشن. لازم احط net flow data والبي سنت، الداتا اللي هتطلع لي من الاجهزه دي هتنبعت على انهي سيرفر، والسيرفر ده موجود فين، لانه بياخد لي كوبي من كل فريم ويبعته للسيرفر بتاع النت فلو. تاني حاجه، كم عدد الاجهزه اللي هتبعت النت فلو؟ طبعا لو عندي 40,000 جهاز مش هخليهم يبعتوا كلهم الداتا بتاعتهم وانا اصلا الباندوس بتاعتي مش شغاله كويس. السؤال اللي بعده على الايثر تشانل: شو ايثر تشانل سمري؟ الراجل عمل ايثر تشانل قال لي محطوط فيها 0 على 2 و 0 على 1. 0 على 2 شغال زي الفل، بي يعني شغال زي الفل، و 0 على 1 دي، هو دي معناه ايه؟ داون، واقع. اليمة التانية 0 على 2 شغال و 0 على 1 واقع. فالراجل راح يشوف 0 على 1 واقع ليه؟ فعمل شو انترفيس 0 على 1، شو انترفيس 0 على 1. قال لي الانترفيس داون واللاين بروتوكول داون. الانترفيس داون واللاين بروتوكول از داون، تمام اهو، انترفيس داون واللاين بروتوكول داون، 0 على 1 واقع. بس شوف كده الفول دوبلكس كام، 10 ميجا بت بير سكند، والدوبلكس مود هنا كام، 100 ميجا بت بير سكند. واحنا خدنا من شروط ان نعمل ايثرنت ايثر شانل لازم يكون البورتات زي بعض، لا اما فاست لا اما جيجا لا اما 10 جيجا لا اما ايثرنت، والوضع بتاعها فول دوبلكس في الناحيتين، والفيلانز اللي متاكتفه عليها متاكتفه في الناحيتين، والاثنين نوعهم ترانك. هنا الراجل مشغل الدوبلكس مود فول دوبلكس بس 10 ميجا، وهنا فول دوبلكس بس 100 ميجا، تمام. فبيقول لي ايه بقى الاجابه الصح؟ ذير از سبيد ميس ماتش، الماتش ما بينهم السبيد مش مظبوطه. وات ار ذا بينفيت اوف يوزنج نت فلو، امتى بستخدم نت فلو؟ عشان لما اكون براقب اليوزر او الشبكه او الابلكيشن، عشان سكيورتي اناليسز اعرف الناس بتعمل ايه، علشان اعمل اكاونتنج وبيلنج اعرف كل واحد استنفذ باندويتس قد ايه. Which protocol can cause overload CPU managed devices؟ Which protocol
can cause overload on the CPU of managed devices. Managed devices طالما كلمة managed devices جت يبقى SNMP اللي هو simple network management protocol. What are three things that NetFlow use to consider the traffic to be in the same flow? In the same flow. أول حاجة الـ IP address لسه واخدينها حالا. تاني حاجة الـ port number. تالت حاجة الـ layer 3 protocol. تمام؟ نقف لحد كده عبد الرحمن عشان السؤال اللي جاي بعد كده عملي إن شاء الله.